صح اصبري الدات لا تطلب الرحمه صراحه احلى شيء اسمع واحد ضنا حصير في العبيد بص الحركه دي الله حلو مرحبا اصدقائي الرسامين اليوم رجعنا لكم فيديو جديد معاكم انا مريم وانا شهد من قناه ارتستيك فاميلي انا مختصه بالرسم والدعوه وتجربه كل انواع الفنون فاذا تحبوا هذا النوع من المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد واللايك اليوم رجعنا لكم فكره رهيبه لا مو فكره ثلاثة أفكار رهيبة وحتكون عبارة عن أفكار جبناها من التيك توك وراح نجربها معاكم إن شاء الله يا رب تزبط معنا. هي صراحة أول مرة نسوي هذه الفقرة وطبعا إن شاء الله ما راح تكون آخر مرة. الفكرة راح نحتاج أوراق نايلون. أوراق؟ أكياس. أكياس نايلون. على الحجم اللي تبوه. بالضبط، إحنا استخدمنا حجم A5. A5 يب. وحتاخذوا ورقة. اثنين ورقتين، طبعا إحنا ورقتين لأن أنا وشهد. الحين كل مقاس هذا نفسه. بالضبط، كلها نفس المقاس. شايفين؟ بهذا الشكل. أول شيء راح نفرغ الأيباد. الحين ثاني حاجة راح نبدأ نلون الخلفية بألوان عشوائية وحلوة وكل حاجة. تقدر تستخدم الألوان اللي تبوها. بس تقدر تستخدم النوع اللي تحبه. هنا شكل عشوائي. إيه لأن كل ما كانت عشوائية كل ما كانت أحلى. شوف الحين بعد ما خلصنا لونا الالوان بهذا الشكل وهذه حق شهد لا تشوفوا ده لا الصراحة والله حلو يعني شوف يا انا ما كنت اعرف بعدين ماني قالت لي بعدين بس برضو حلو شاطرة الحين راح نسوي الخطوة الثالثة واللي هي الاكياس راح نشيل اللصق لا اصبري صح اصبري انا مره متحمسه ترى للفكره عشان كذا فعاد عادي جيب اللون الاسود هذا اللون الاسود ومويه وراح نجيب المويه الحين اخذنا اللون الاسود لا اول مويه طيب حنحط اللون الاسود بعدين حنحط مويه انت ايش بك اليوم معصبه؟ لان انت مره تستفزيني واو حلو المهم راح نحط مويه الحين العالم بريد تشنبت طبعا نقطه مويه يا جماعه A few moments later بعد عناء ووقت طويل كل حاجة سيئة صارت والله صارت لنا مرة مصيبة والألوان انكبت علينا والماي انكبت علينا وحوسة والألوان كمان يعني حافين سوينا حفلة مرة حلوة اوكي الحين بعد ما خلصنا الخطوة هذه حق الألوان واللي جبنا كل الأعياد فيها راح نبدأ بالخطوة الثالثة مثل الرابعة أو الخامسة المهم مليون المهم راح نبدأ نغير الحين أول شيء شهد ممكن تشيلي أشيائك عني راح نبدأ شيل هذا على جنب رح نبدأ نغري لا تطل في هذا الشيء اللي هنا بعدها رح نجيب الشيء الأسود ده أوبس رح نثبته على الورق الملون بعدها رح نجي للخطوة الخامسة رح نلصق أنا بس استنى رح نلصق الحين اللمسات الأخيرة وبكذا نكون خلصنا أول فكرة إيش رأيك يا شهد؟ مرة حلوة والله مرة حلوة شوفوا 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 كذا الكلام يعني كذا كذا صراحة والله مرة تعبنا عليها يعني كانت واضحة في التيك توك إنها مرة سهلة وبسيطة وخطوة سهلة بس ابدا ما كانت خطتين بس مره حلوه كم تقييمك لها 7 من 10 انا 5 من 10 ليش ما اعرف احس مره تعبتني وسخرت لنا هذا يا شوف كيف الدنيا كلها توسخت بس مره حلوه نجي الحين الفكره الثانيه نجي الحين الفكره الثانيه واللي هي عباره راح نستخدم ملح سرقنا الملح من المطبخ راح نستخدم الحين راح نخلطه مع الالوان وراح نصنع اللوحه الملحيه متحمس يا شهد يا رب اننا ما نجيب العيد مره ثانيه امين يا رب العالمين الحين راح نستخدم الملح بس انتبه هنا هنا ايوه كان قصدي الثاني بس يلا اول شيء راح نجرب التيفاني امسكها والله الخلط صعب شويه
2 hours later. الحين حطينا ابيض مع تيفاني وراح نبدا نلون. طبعا خشبتي اكبر وخشبه شاهد اصغر. مو مفترض انا ادور. وبعدين ماسك السكينه بالمقلوب فتستاهل. كيف يعني؟ يعني المفروض تكون كذا. الله رهيب بس مره مره قوي قوي بس والله مره حلو. يجدد الشغل يجدد. ما حقوم بدل المكان الا بعوض كلها. ها ما اسمع. والله الفقره هذه عباره عن تخبيص مو فقره تيك توك ابدا ابدا. سريع تيك توك حموس. شعور حلو يا جماعه سووها بيداتكم احسن من الناس اللي قاعدين يعانوا مع السكين. حبيبتي يلا توكل بيداتك. يلا والله والله مره حلو الصراحه. يا جماعه لا تستخدموا السكين يداتكم افضل. كيف حلو صح؟ بس ما ابغى شيء ثاني. والله والله صارت احسن لو اني بدانا كذا احسن. انا ادري خلصت بسرعه. كيف حيكون طعم الالوان دحين؟ الالوان مالحه؟ احس ودي اجرب بس ما ينفع لانه الالوان كلها كيماويه. كيف شكل حقي؟ حماس مره حلو بس غطي الرسمه كلها. والله اليداتنا تطلب الرحمه صراحه. احلى شغل اسمع واحد انا كله انا مستحيل كذا اقعد ارسم بالالوان وما ادري يداتي. الحين جينا للون الثاني واللي هو اللون الاحمر. حنضيف شويه ملح لانه اساسا فيه. انا قلت شويه. انا قلت شويه ليه كذا تحب تعاندني؟ الملح اليوم تدي صاحبه بيوم. الحين بعد ما خلصنا من دمج اللون الاحمر ايه طبعا استنينا وقت عشان تنشف. بعدها دمجنا اللون الاحمر. شوف كيف خطير رهيب جميل كل حاجه. برضه بدنا وقت للاسف. ايه كم مره سهل. والحين راح نبدا نرسم قلب. طبعا انا راح استخدم اصبعي احلى شيء في الحياه. وانا حستحدب. متاكده؟ لانه احس بعد الحين بعدين لا حسويه وبعدين لا كذا كذا ايش دراكي انا الفنانه. لا هذا يعتبر قلب. اصبري بعدين بعدين حتشوف كيف. حنشوف بعدين من حيطلع احلى. والله مره حلو. تدري متاكده؟ يس. حتندمي. بكره تندمي جميل. امي بسرعة. يا عمي بالامبها. احلى شيء احلى شيء شعور الالوان في يدك. الله مره حلو. والله حسك ايش ما كل شيء بس حلو. ها؟ حلو. طبعا شعور الملح مع الالوان ماطي ملمس خشب للالوان كذا كانك ترسم على حجر. لا صنوني ايش لا ترسم على ايش؟ ملح. ايش الملح اللي حترسم عليه؟ حسبه. طيب خشب مو حجر. طيب ايش طيب؟ مو نفس ابدا الحجر غير الخشب. لا انا قلت حجر. انت اللي ما تسمعي ذي الاشياء. شوفوا مره كيوت. الله مره حلو فنانه. كده خلصنا الفكرة الثانية. ايش رايك يا شهد؟ 10 من 10. مليون من 10 الصراحة مرة رهيبة. اكثر فكرة استمتعت فيها الصراحة. لسه باقي الفكرة الثالثة. الحين راح نجي على الفكرة الثالثة. الستوري يلا خليكم معانا. والحين راح نجي على الفكرة الثالثة واللي راح نحتاج ورق زبدة وايش هذا يا شهد؟ غرام مسدس. شوفوا كيف راح تكون فكرة مرة حلوة. راح نسمع فطر بالغرام مسدس. فطر؟ فطر. Yes. مرة حلو. لا انا اول. لا انا اول. الكبار اول. مين شبكتي؟ ايوه. راح نسمع دائرة. اول شيء دائرة. بس. ايش جد دائرة المخلوقة؟ حبيبتي بس سوي بس. تمام. دائرة ثانية. احسب دائرة ثالثة. وانا متى داري؟ لما نخلص. ليه دائرة كبيرة؟ عشان القاعدة حق الفطر. واو مرة حلوة الدائرة الصراحة. هذه الكبيرة. صح قاعد ترقعها ترى. جد نفس المس بس ترى حار انتبهوا. يا جماعة حنسوي فكرة شوية غريبة ومجنونة. الكبار اول للمرة المليون. راح نسوي غرف في الماية اوكي؟ الغرف نفسه راح نحطه في الماية يلا. واو لا لا مرة نحيف ترى. كان المفروض تصير سمين. الله صار جيت تعبان. اظن حصير في العابين. مريم. كسير لو سمحتي. الله هذا مرة حلو. خربتي. عادي هذا اضبطه. سوي دايرة يا اختي. عادي. لا
مو عادي. شيله من الحين. طبعا على طول برده. ليه ما ترى شيء؟ واو شبكة. يا جماعة شكله يضحك مرة. شوف بطاط. كاي الحين راح نحاول نقصه بحيث يكون عندنا عوض بالثقيبة. بالضبط. الحين راح نقص. قصه صغير ولا كبير؟ يعني. الأشكال. شوفوا. هاتي. بهذا الشكل. هاتي. الأطفال ما يستعمل مقص. حبيبتي هاتي بني طفلة. صارت عندنا عواد. هاتي ده. الحين راح نجي للورقة هذه. شوفوا. لا لا أنا نزلها. نزل حقي وكنا نزل حقي. بس طبعا لو خرب ما في بداله. اللي معايا حكي اللي معايا. شوفوا اول واحد مره صنوني مريم. هذا مو حقك؟ لا هذا حقي تماما. انت اللي ما تعرف. اوكي مره لاصق بس قاعد ينزل. ايوه ما يتلصق شيء زي الكبيره. الحين راح نبدا نغري. اول حاجه شوف حقك كيف سهل. اول حاجه راح نحط نقطه هنا وراح نثبتها على نتعلم. بعدها راح ناخذ هذا الورق بابا ده حستحنا مره ثانيه راح نثبته هنا. شوفوا اول فطر والله حلو. شوفوا هذا حق ما دلت بينه. طيب مش خير. شوفوا 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 بص الحركه دي مش لا مهتز والله خليه يهتز بس انا اسوي كذا يهتز والله مره حلو. الحين فقره ايش؟ التلوين. التلوين احلى فقره في الحياه. والحين خلطنا اللون الاخضر وراح نبدا نلون. بسم الله نلون ايش؟ راح نلون القاعده اول. اوكي الله مره شفاف عادي يعني نحتاج 100 طبقه. لا مره حلو بطلت والله مره حلو. هدي يا بيبي هدي بالش اشرب الطبيب سوالش مستفزه. يلا نلون. يلا الحين راح نلون اللون الاحمر بعد ما خلصنا الاخضر. بعدين حنحط نقاط بيضه بس شوف بعدين راح نعمل طبقه ثانيه. تك 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 تك. ايه بعدين راح نعمل نقاط البيضة. اظن حتى الاحمر يحتاج طبقات. ايه اكيد كلهم يحتاج لهم طبقات. والله الشكل بدا يحلو. احسه كانه فطر فضائي. شنو في؟ حبيبي شنو في؟ ما ادري. الحين بعد ما لون الاحمر طبعا بعدين راح نحط طبقة ثانية بس الحين راح نلون. الاحمر كويس احسه صح؟ لا ما اعرف شو اسمها بس انها العصايدي. عصاية. عصاية. راح نلونها باللون الابيض. سالي انتبهي لانه المهمة دي خطيرة. خبصتي؟ انا كنت حاسة شايفة الفترات الحمراء. ايوه شايفة اهو اهو. الحين بعد ما عملنا كذا طبقة شوف كيف صار مرة نظيف وحلو. سوى 10 طبقات. لا لا بس طبقتين ثلاثة. الحين راح نبدا بالتنقيط. شوفي لو سمحت الكبار اول. حبيبتي هذا الصغير. حلو. هذا الربع ولا داير سؤال؟ ما ادري. يجنن 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 يجنن. تحفة. تحفة فنية رهيبة. عمر 14. الان بعد عناء الكبير من مريم. هادي. حلو؟ حلو. خلصنا البيت مرة مرة حلو. البيت. هذا بيت. اوكي بيت بيت الفطر. المهم كم تقييمك يا شهد؟ هذا بيت. اوكي هذا بيت. هذا بيت بيت الفطر. بيت الفطر. طيب كل بيت الفطر من البدايه. انا شايفه بيت. انا شايفه بيت. انا شايفه بيت. انت بنت شايفه خلاص بكيفك. كم تقييمك للتحدي؟ 10 من 10. انا التريليون من 10. والله احلى شيء صنعته في حياتي. ما في شيء تريليون. في بليون يعني بعد المليون. في تريليون يا شاطر يا مسلم. المهم انا الصراحه مره عجبتني يا جماعه. لازم تجربوها مره راح تستمتعوا في صنعها. جدد مرة. يكون عملنا الثلاثة التحديات من التيك توك. ايش رايك يا شاد في الفقرة؟ مرة حلو بس هذا اكثر شيء تعبتنا. هذا انا الصراحة ما حبيت هذا. انا بس حبيت ده. المهم اتمنى تكون عجبتكم يا اصدقائي ولا تنسوا تكتبونا تحت في التعليقات اي فكرة عجبتكم اكثر. اي واحد احلى. بالضبط اي واحد احلى. هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. بس مع السلامة. مصيبة مصيبة. اخر مرة اسوي تحدي مع شهد. ما حد يسمع افكار شهد. افكار شهد ما حد يسمعها ابدا. انا قلت سنة يا جماعة. يا جماعة حد يولع الولاعة. يا جماعة. نعم. حد يولع الولاعة. احلفي.